هلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ شو تكونوا الف خير؟ وجهتكم انا اشوفكم مقطع جديد. قبل مقطع الشباب لازم اعلمكم صلوا على النبي، بعدها لا تزعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لكن مقطع فعل الجرس. كمان لا تنسوا استخدموا كود اتوم شوب شيش الظاهر امامكم. خلينا نبلش على طول. معنا هسه تحدي يا شباب من تحديات مملكه المكعب، ملكه المكعب، اللي هي بتحكي لك مطلوب نفذ اصابات راس على اللاعبين ببندقيه العالم الموازي. بندقيه العالم الموازي هسه فرجتكم اياها، اللي هي هاي عليك انك تاخذها وتنفذ فيها اصابات على الراس بس ضربتين، يعني ما بدكش تعمل دمج، بس ضربتين على الراس باستخدام هاي البندقيه. وبتقدر تعمل هذا التحدي كان بنفس الجيم او اكثر من جيم مثل ما بدك، بس زي ما حكيت لك ممكن تاخذه من يعني هي بتطلب بس هاي البندقيه اللي حددت لك عليها، يعني مكتوب عليها بندقيه العالم الموازي، يعني مش اي سلاح من العالم الموازي اي سلاح ثاني، لا بس البندقيه تاخذها وبدك تعمل انك دمج بس ضربتين على الراس. هسه مثل هيك طلع كيف على السريع، كيف شوف هاي واحد شوي هاي واحد اثنين شفت على السريع، فانت المهم بدك تجيبها هيد شوت، يعني تكون على الراس هيد شوت. تمام شباب؟ تمام. وبس شباب هذا كان عندنا تحدي لليوم، لا زعمونا من خلال ضغط على زر الاشتراك لكن مقطع فعل الجرس. هشوفكم فيديو مقطع جديد، مع السلامة، بيس.